بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: وهذه عقيدة سنية يعني مجيئة، سميتها الخريدة البهية. قالوا الخريدة يعني اللؤلؤة، والبهية يعني الجميلة، لطيفة صغيرة في الحجم. اللطف هو قالوا الدقة والرقة، يقولون كده الدقة والرقة، زي قول يا من فعظم حتى دق معناه ولا تردى رداء الكبر لله، فقالوا دق ورق يعني رق ودق معناه، يعني البيت مروي بروايتين: يا من تعاظم حتى دق معناه، أو يا من تعاظم حتى رق معناه. فاللطف هو الدقة أو الرقة. ولا تردى رداء الكبر إلاه، تاهوا بحبك أقوام وأنت لهم، نعم الحبيب وإن هاموا وإن تاهوا. وإن هاموا وإن تاهوا. تاني: وبي حبيب عظيم لا أبوح به، أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه. يغالط الناس طرا في محبته، وليس يعلم ما في القلب إلا هو. يا من تعظم، يا من تعظم دي قصيدة الشيخ أحمد الرفاعي، وشرحها الشيخ عبد الغني النابلسي في شرح كبير اسمه شرح قصيدة يا من تعظم. شرح قصيدة يا من تعظم. نعم، الشيخ عبد الغني النابلسي. فيقول لطيفة أي قليلة، يعني شيء لطيف. أما اللطيف الذي هو اسمه من أسمائه تعالى، فاللطف هنا يعني الإحسان إلى العبيد. صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، ولكن الاستدراك، والاستدراك هو نفي ما يتوهم ثبوته، أو ثبوت ما يتوهم نفي، نفي ما يتوهم ثبوته، أو ثبوت ما يتوهم نفي. فكأنه من قرأ أنها لطيفة صغيرة في الحجم يقول إنها قليلة العلم لأنها صغيرة، فيستحقرها. فراح استدرك على هذا الذي ضمها هذا الضم، فقال لكنها كبيرة في العلم، لكنها، يبقى كأنه ينفي ما قد يتوهم في ذهن السامع لهذا الشخص من أنها قليلة العلم، فقال لا، هذه كثيرة العلم. وكأن سائلا قد سأل: وما دامت صغيرة الحجم هل تكفيني في ديني؟ كأن سائلا قال كذا، فأجابه وقال له: تكفيك علما إن تريد أن تكتفي. إذا أردت أن تكتفي بذلك فهذا هو الحد الأدنى من العلم، هذا هو الحد الأدنى الذي يخرج المكلف من رقة التقليد في العقائد إلى رقة فهم مسائل هذه العقيدة استقلالا، فلا يكون مقلدا حتى يصح إيمانه عند الجميع، لأن في إيمان المقلد في العقيدة أقوال، بعضهم كفرة
وبعضهم أقر وبعضهم اشترط شروطا، فحتى يعني تسلم وتنجو في نفسك من كل هذا وتكون مؤمنا بعون الله تعالى عند الجميع، فهذه تكفيك، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي، لأنها بخلاصة هذا الفن تفي. هذا الفن اللي هو يسمونه علم التوحيد، ويسمونه أصول الدين، ويسمونه العقائد، ويسمونه أصول الإيمان، ويسمونه علم الكلام، وهكذا. لكن هذا يعني كأنه نوع آخر من التأليف يخالف ما ألف في علم الكلام ردا على الفلاسفة، لكن هذا نوع متميز من التوحيد، كأنه يعلمه للناس، يعلم التوحيد لعموم الخلق حتى يكتفي به المكلف. ولذلك بدأ يعني هنا الشيخ عمل الفريدة، والشيخ اللقاني عمل الجوهرة، والشيخ السنوسي عمل أم البراهين، والشيخ محمد الفضالي عمل كفاية العوام، وهكذا، حتى يعلموا الناس كلهم التوحيد فيعمل التوحيد في حياته. ولم يكن مقصدهم هنا إلا أن يردوا الشبهات بصورة عامة أو بصورة جمالية كده، ويشتغل التوحيد في حياة الناس. ولذلك كان الشيخ محمد الفضالي رحمه الله تعالى كان يعلم الناس، حتى الحمارين، حمارين ناس من الأمية، فكان هو يسكن في خط الروضة، الروضة دي بتاعتنا، فهو جاي كان في خط حمارين، واحد معاه حمار، الشيخ يركبه من الروضة للأزهر ومن الأزهر للروضة، الشيخ محمد الفضالي شيخ الشيخ البابول، وهو الذي تخرج به. فكان الشيخ محمد الفضالي يقول لك كان وهو ماشي في السكة يعلم الحمارين التوحيد في مباحثه الثلاث، ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى، ثم في حق الرسل كذلك، ثم السمعيات. ومن هنا قال لك فما فيش يعني سنتين ثلاثة إلا وصار خط الأزهر المنيا كله الحمارين من علماء الكلام، ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، لكنك لما تكلمه على طول يقول لك عايز ايه الصفات، الصفات سبعة، في فرق بين الصفة النفسية طبعا والصفة السلبية، انت مش عارف ولا ايه، وهكذا. والأدلة عارفة الكلام ده الأدلتي من المنقول والمعقول. إذن الناس مش بهايم، الناس بتفهم، ولكن احنا اللي ما عندناش همة ان احنا نعلم الخلق. فهنا يعني ده الناس بتفهم اهي، واحد حمار لكن لما لقى شيخ وشيخ فاهم هو بيقول ايه فهمه وعلمه. فده حاجة مهمة كمان في الدعوة الى الله. والله ارجو، يعني ارجو الله سبحانه وتعالى، والرجاء هو ما اتخذت فيه الأسباب، يعني شرعت تأمل مع اتخاذ الأسباب، فإن لم تتخذ الأسباب فطمع. يبقى الفرق بين الرجاء والطمع، الطمع مذموم لأنه أمل من غير اتخاذ أسباب، والرجاء ممدوح لأنه أمل مع اتخاذ الأسباب. يعني أمل وشرعت في الأسباب، شرعت في الأسباب وقلت يا رب. قالوا الفلاح يلقي الحب ويدعو يقول يا رب، أما لو لم يلقي الحب وجلس في بيتهم وقال يا رب، يبقى في الوضع ده يبقى طماع، يبقى فيه طمع وهو مذموم. ولكنه لو ألقى الحب ثم دعا يا رب يبقى يرجو. ولذلك قال والله، والله أرجو، لأنه شرعه وعمل قصيدة وعايز يعلم الناس، ففي شروع في الأسباب أهو. والله أرجو في قبول العمل
بقبول، والقبول كده بالفتح كده افصح، وان ورد القبول لكن قبول افصح حتى لا تشتبه في جمع قبل. والله ارجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل، يعني ستر ما وقعت فيه من اخطاء، وان كانت القصيده دي قد رجعت وحررت وكذا الى اخره، وقراها عليها تلامذته وتلاقي ما فيها الزلل ولا حاجه. لكن الشيخ محمد جاب لنا هي رحمته ولا رحمتي؟ زي الشيخ علي الكوري بالظبط. الشيخ مولى علي القاري مش عجباه رحمته، يقول لك وقال بعضهم، طب ما بعضهم جاب من العلماء جوز بعضهم واستدلوا بقراءه، انا مش عجباني، بس ممكن كانوا يستدلوا بقراءه ثانيه، ولكن برضه يعني ايه برضه عايزين ننائر فيها. خلاص حاجات بسيطه دي كلها. يقول راجي رحمه القدير، ده حتى حلوه كده ماشيه كده. والله ارجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. وبعدين اراد ان يتكلم عن شيء مهم وهو حكم العقل. ما هو الحكم؟ الحكم منه شرعي ومنه غير ذلك. أما الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا التعريف أخذناه في أول أصول الفقه. الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء يعني بالطلب أو التخيير أو الوضع، ومنه غير ذلك. غير ذلك ده يبقى تعريفه إيه؟ الثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم كده ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو أنواع. إذا لم فهو الحكم العقلي، وإذا توقف على تكرار فهو الحكم العادي، وإذا توقف على وضع واضع فهو الحكم اللغوي. نعم، إذا توقف على على تكرار فهو العادي، وإذا توقف على الوضع فهو اللغوي، وإذا لم يتوقف لا على تكرار ولا على وضع فهو الحكم العقلي. يبقى إذا يمكن أن نعرف الحكم العقلي بأنه ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضح. الجمل المفيدة ثلاثة أنواع. على تكرار أو وضع واضح. الكلام ده المفروض تكون خدته في سنة أولى أصول الدين وفي الثانوي. طب وبعدين إيه اللي حصل؟ ما أنا عايز أعرف. خلينا في الحاصل مش في المحصول. طيب خلينا في الحاصل، صح كلام منطقي. فإذا ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه ده يكون جملة، جملة مفيدة. هذه الجملة المفيدة قد ترتد إلى جايبها منين؟ إيه دليلك؟ النار محرقة. جايبها منين إن النار محرقة؟ من التجربة. تجربة يعني إيه؟ يعني تكرار. يعني إيه؟ يعني وضعت يدي في النار فاتلسعت اتحرقت، فقلت لا، طب ما هو يمكن انا بس اللي فيا الخاصيه دي. فجاء واحد ثاني برضه اتلسع، قلنا يمكن لما نكون كبار يمكن النار بتحرق الرجل دون المرأة، يمكن النار بتحرق الكبير دون الصغير، يمكن النار بتحرق اللي من افريقيا لكن اللي من اسيا لا. فلما تكرر وشاع وزاع انه لا، دي النار بتحرق كل حاجه، بتحرق الجميع.
يمكن النار تحرق الانسان لكن ما تحرقش الخشب او بالعكس. فمن التكرار في التعامل مع هذا الشيء الذي اسمه النار نتجت نتيجه ان النار محرقه. اثبتنا الاحراق ادي ثبوت امر، للنار ادي امر ثاني طبعا او نفي عنه علشان يجيب ان الماء غير محرق مثلا، يبقى اثبتنا عدم الاحراق للماء. الجملة المفيدة دي جاية منين؟ يعني من التكرار. إذا فهو حكم عادي. إذا ما دام هذه الجملة أثبتنا فيها شيء لشيء آخر أو نفيناه عنه وكان هذا قد توقف على، يعني جاي من قضية التجربة والتكرار مرة واثنين وثلاثة فلقيناها محرقة في الصيف وفي الشتاء لكل الناس لكل شيء، ورحنا قلنا النار محرقة. يبقى هذا ما دام جمله بنيت على التكرار فتكون اسمها حكم عادي. لكن لو بنيت على الوضع زي ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، جعل العرب وضع العرب وضع واضع اللغه رفع الفاعل للدلاله على فاعليته ونصب المفعول للدلاله على مفعوليته. طب لو عكسوا ما كانش كسبوا لو كان عرب عكس للفعل والرفع المفعول كده ليه؟ هم هو اصطاع واضع يعني جعل يسير وذلك لم تعلموا ذلك اصل زي ما ده قايل من شده النحو وذاك توقفنا وضع صلاح صح جعلها عجيبه بل يحملوها انت اين المعبر من الطاقه كلها لغه وعرفت لكن دي مش كده كما انها مش في العقل. مفيش علاقه عقليه ما بين الرفع وبين الفاعليه. ولو خليناه مجرور كذلك، لو خليناه ساكن كذلك، لو اضفنا ليه حرف كان بها وهكذا. يعني ما في لغات تضيف حروف كده للدلاله على الجمع او التعظيم او كده، يقول خلدون جنون أو ده بقفلها واو كده ونون علشان يدلوا على التكفير. في كده حاجات كتير لغات كتير. اللغه الانجليزيه ما فيهاش اعراب. هي تراكيب بس كده. ما فيش اعراب، لا فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا حاجه. ريحنا نفسنا وتخلي الواحد يتكلم على طول كده سبهلله. من غير فكر ولا غير حاجه كده، حاجه سطحيه كده. ف كل لغه ليها وضع وضع وضع. اما لو كان هناك ثبوت امر لامر او نفي عنه ولكن توقف هذا لم يتوقف لا على تكرار ولا على وضع وضع فهو حكم عقلي. الاربعه زوج والثلاثه فرد او ده حكم عقلي لانه لا متوقف على تكرار ولا محتاج للتكرار ولا متوقف على وضع واضح. الحادث محتاج الى محدث او ده حكم عقلي. متعلقات الحكم العقلي ثلاث المتعلقات بتاعته يمكن ان تنقسم الى ثلاثه اقسام. لا يمكن انتفاءه وما لا يمكن ثبوته وما يحتمل الثبوت والانتفاء. ولذلك قال أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام تفهم ملحدة لذة الأفهام. يعني تكملت البيت كده حشو يسموه حشو تكميل للبيت. نعم حتى لا يختلط الحكم الواضح مع اصول الفقه بس، انما لو سدد الحكم الواضح ما فيش مانع حتى يشمل اللغه والاصطلاح وكذا، ولكن فقط هذا يعني ما نبقاش الوضعي علشان ما نبقاش في اختلاط بينه وبين الحكم. الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، حكم تكليفي وحكم واضح، واللي هي زدنا فيها كلمه الواضح فيه
التعريف في الحكم الشرعي، اللي هو السبب والشر والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والعلامة إلى آخره. اللي احنا بنسميها الأحكام الوضعية، فحتى لا يشتبه هذا بده. نعم. لا أقول يعني هي لأن الذي قال العباد يريد أن يدخل ضمان البهيمة وضمان المجنون والصبي إذا ما أكثر، وأن هذا راجع إلى الوصي أو صاحب البهيمة، هو غير متعلق بأفعال العباد علشان يعني البهيمة لما تاكل زرعة ولا تكسر حاجة فهو عليك فعلها، ده مش في تكليف، بس تكليف مش عليها ده على صاحبها. المجنون أو الصبي لو أتلف شيئا هو ليس من المكلفين، فكيف نفعل بهذا؟ أليس من الواجب أن يدفع الوصي أو الولي على المجنون أو الصبي قيمة الأتلف؟ لازم أن تنعقد مع تكليف. فالتأمين وضع عليهم أنواع الفلان راجع إلى الوصي والولي وصاحب البهيمة وليس راجعا إلى تكليف. كلاهما اتفق بالمعنى. وعلى ذلك فخلاف لفظ ان يعبر بالعباد او يعبر بالمكلف. لا، ما هو اصله هو صحيح من ناحيه لكنه غير مطالب به من ناحيه اخرى. غير مطالب به. ايضا هو مكلف بالقوة بمعنى أنه سيصير مكلفا، ولذلك سيحدث هذا باعتبار أنه سيكون مكلفا. فالأمر كله سيان، أنهم قالوا أن هذا مثل هذا في العبادة أو المكلفين سيان. طيب، نعم، طبعا لا تصعب عليه، لا 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 يترتب على هذا هو قضيه الصياغه، هل الاحسن معبر بالعباد ولا الاحسن معبر بالمكلفين؟ فالعباد لا يحتاج الى تاويل لانه يدخل فيه الصبي والمجنون والبهيمه وكذا الى اخره، المكلفين يحتاج الى تم التاويل. الجمهور مشي على المكلفين وبعضهم مشي على العباد بس، لكن كلاهما واحد في المعنى من نواف الصياغه، تعبر به احسن ولا به احسن، انما المعنى واحد ما اختلفش. طيب، اقسام حكم العقل لا محاله هي الوجود، يبقى الوجود ما لا يقبل الانتفاء يبقى له غرض واحد هو الوجود فقط، موجود من غير قبول انتفاء، وهو الله سبحانه وتعالى، والاستحالة بدخله وهو ما لا يقبل الدخول، ما لا يقبل الوجود، له عدم الله، وحقيقة المستحيل اتباع المقيضين، وحقيقة المستحيل كده. يعني لو انه شخص قال لك هذا مستحيل عقلي ابحث مباشرة عن اجتماع المقيضين. فيقولون ان المستحيل العقلي له صور كثيرة نحو 40 صور. هذه الصور كلها تؤول الى اجتماع المقيضين. فمن صوره اشغال المشهور. اشغال المشهور. كوباية مليانة مية. انها مية. اشغال المشهور. اشغال المشهور موضوع محال. عقل. يما وتبحث عشان تشوف لي ليه ده محال عقلي. تبحث عن اتباع المطلوبين. لازم تفكها لغاية ما توصل إلى اجتماع المطلوبين. لانه معنى ان كوبايه الميه وهي مليانه انها مليانه مش مليانه،
الاجتماع المقبلين أنني صرفتها مملوءة والواقع غير مملوءة بأكبر الأمر. مملوءة غير مملوءة في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الواقع مملوءة غير مملوءة. لا محال لأنه في اجتماع المقبلين مملوء وغير مملوء ونعمل المقبلين أمران أحدهم موقوفي الآخر عدد لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا تكتب بين أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني المقيدين أمران أحدهم موقوفي والآخر عددي لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالمقيدين اللي احنا بنشتغل عليهم مش الضبين، صحيح بعض الضبين يقول إلى المقيدين لكن يبقى احنا ماشيين على المقيدين. اللي هم الشيئين دول اللي لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومن ثم تحصيل الحاصل. ولذلك التشكيك في تحصيل الحاصل يعني نقول يقولون في المنطق شغل واحد يشاهد يقول قضية فاسدة يقول لك أنت مخير بين أحد أمرين يا إما تكون من هنا يا إما تكون من هنا. يقول مفيش تكوين لا التكوين ده افتراض الأمرين واحد إما أن تقف وإما أن تقف. نعم هو له لأنه مستحيل لكن أنت تنفس فيها نفس الكلام وتخير بين وقوف ووقوف من كل جهة هم تلاقيه مستحيل. ولذلك أصبح الكلام لي والأمر لي لا. وتحصيل الحاصل والأمر بإشغال المشغول وإدخال الموسع في المضيع على أن يتسع المضيع أو يضيق الموسع من المحال يعني حتى يلد الجبل في سبت الخيار في خرم إبرة وفي جمل. الجمل يطبق على الفتح الكبير اللي بيمسك السفن حبل الضخم وبيطبق على الجمل هو الإبل يعني الجمل معروف الحيوان المعروف سواء ده ولا ده. الجمل على هيئته وخرم الإبرة على هيئته لو خرم اتسع حتى يساوي حجم الجمل ولا الجمل قل وأصبح زي النملة حتى يساوي خرم الإبرة. لا احنا نبقي هذا على حاله وهذا على حاله ثم ننقل هذا من هذا محال عقل. لأن في المحال لازم ابحث عن المطلوبين لأن كده بالشكل هذا لأني أصل القرن لأنه أصغر من الجمل أكبر من الجمل يعني أصغر من الجمل ليس أصغر من الجمل أني ناقضينهم وكأني أصف الجمل لأنه أكبر من القرن ليس أكبر من القرن بتاع الجمل أني ناقضين ومن أجل هذا يستحيل. وما يتأتاك السؤال هل الله قادر على أن يضع الجمل في سبع الخيار؟ هو قادر سبحانه وتعالى على الممكن لأن القدرة تتعلق بالممكن لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. فقادر أن يوسع سبع الخيار حتى يدخل فيه الجمل وقادر على أن يسقط الجمل ده على حد الذرة ويمكنه من الطرق. أما أن يفعل هذا فهذا فالسؤال غلط. السؤال غلط. ليه غلط؟ ليه؟ لأن القدرة معناها تقصير بين أمرين، تقصير أحد الأمرين. وأحد الأمرين دول مش موجودين، لو موجود حاجة واحدة بس، المحال لا يوجد. والواجب يوجد. فالقدرة لا تتسلط لا على الواجب ولا على المستعين بأصل تعريفها. يبقى فيه مناقضة بين تعريفها وما بين التطبيق اللي احنا بنقول عليه. نعم.
عشر الأجساد سيكون على حجم آدم كده 24 متر دون ذراع 24 متر يعني 8 أدوار عمارة 8 أدوار كده قادر إنما يكون اجتماع المقيدين لا يتتوجه القدرة إليه نعم يعني سؤال غلط هو مش فاهم حاجة لا فاهم القرآن ولا المعقول ولا المنقول ويمكن مش فاهم حاجة خالص مطلق هذا هو أقول أنا عرفت عن المنقول مدى كنت ده لو دخل الدنيا الجنة هاخد كفر الجنة وده مستحيل يبقى مستحيل يتكلم يخش الجنة هو ما بيقولش كده دلوقتي هو بيقول ان بعض الخطباء بيقول ان ده بقدرة الله فممكن زي ما يقدر يعمل كده يقدر يدخل الكافر الجنة اهو عايز يسلط القدرة على المستحيل عشان يكفر لان من سلط القدرة على المستحيل سلط على الواجب ومن صلط على الواجب يبقى الله يبقى السؤال يتأتى هل الله قادر أن يصلي نفسه ونرجع نلخبط ده هذا السؤال غلط الله قادر أن يصلي نفسه غلط قادر لنفسه ما تتفقش لأن نفسه ده واجب طرف واحد أن يقود فقط والقدرة تتسلط على ذي الطرفين الممكن أن يوجد ولا يوجد والمستحيل له طرف واحد نعم نعم لا هو 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 ده مش واجب في ذاته ده واجب لغيره واجب لغيره ان الواقع لا يرتفع لكن إذا جمع بينهما فالجمع بينهما هو الذي يترتب عليه محال مش الرجوع هو الذي يترتب عليه محال يعني ليس من المحال إن أنا أخذ بعضي وأروح الآن إلى عصر ابن حجر هذا ليس من المحال فأعيش فيه إنما من المحال أن أذهب أن ندخل الموسع في المضيق دون أن أتر هي هي يعني بعضهم حتى زي الشيخ ابن العربي قال انه لما دخل ارض سلسله وجد اجتماع مقيدين وراه براسه فنقل ذلك عن الشعراني وقال وقع في عصرهم ان رجلا جاء الى النيل يستحم فترك هدومه وبعدين نزل النيل وبعدين لا روحه طالع رقص كده ثلاث دقايق ولا حاجه وطلع فلا روحه طالع في العراق ايه ده مش جاي ده تحت كتر مثلا العباس ولا ما لقاش كتر العباس قالوا انت طالع هنا ازاي؟ قالوا انا نزلت النيل عيوني يعني انا في العراق اللي حصل الله اكبر لا اله الا الله تعال تزوج به وتزوج وخلف ولد ولما كبر الولد وبقى عنده 9 سنين
نزل برضه في غطس كده بلمس في الفرات عشان فرح راجع مصر. هو الغيب كده ماشي الغيب كده ممكن عقل واحد يخترق الآفاق والخوارق والحواجز الكثيفة ماشي ممكن كده وينتقل هذا في ثانية ماشي ويخرج هناك ويتزوج ماشي ويكلف ولد ماشي وينزل فتنعكس عليه الحال ويظهر في مصر كله ده ماشي. انما اللي مش ماشي بقيت القصه انه لما خرج لا اصحابه قاعدين قالوا له الله انت جبت الثلاث دقائق كده ليه؟ ولقى الهدوء زي ما هي. قال لهم انا لما غطست حصل كذا وكذا وكذا. قالوا يعني ايه؟ احنا النهارده في سنه 24/11 سنه 98 انت عندك حد متجوز هناك طب اتجوزته في ثلاث دقائق وجيت ماشي كويس معقول هنصدقك لكن خلفت ولد وهو عنده 9 سنين قال اه قال دلوقتي عنده 9 سنين وهو هناك في العراق عنده 9 سنين سنة 2007 ازاي؟ يعني هو دلوقتي النهارده عنده 9 سنين في حين انه هو هناك قاعد 9 سنين يبقى قاعد من النهارده لغايه 9 سنين جايين اللي هي سنة 7 لو كان طلع لنا سنة 7 كانت الحكاية تمشي عقلا لكن ده طلع لنا النهارده فيتأتى بقى هنا ادخال الموسع اللي هي 9 سنين في المضيق اللي هو الاربع دقائق ثلاث دقائق دون ان يتسع المضيق ولا يضيق الموسع محال عقل. ما تسمع لقيت القصه ما ليها انكت من كده. قال لك فكذبوه فارسل الى العراق فاتي بالمراه والولد. ده خبلان يا مولانا. رجع ايه واتنيل ليه بس يا مولانا؟ ده يشد باب اثبات الصانع سبحانه وتعالى. ده كلام فاضي. ما هو خلاص ما بقاش فيه اقسام عقل ولا حاجه. ما بقى كله طبيخ. ما هو كده يجوز التسلسل ويجوز الدور ويجوز ان يكون للخالق خالقا ويجوز وهيقول في النهايه الى ان الدين كله ليس قطعيا وليس برهانيا انما هو اقناعي واذا كان اقناعي يبقى ما فيش دعوه الى الله واذا كان ما فيش دعوه الى الله يبقى نسكت كل واحد مقتنع بحاجه في قلبه يعملها المؤمن مؤمن والكافر كافر ودي قمه العلمانيه قمة العلمانية اللي فوق آخر ما توصلت إليه العلمانية إن الإيمان كل واحد يؤمن زي ما هو وراحوا حاسبينها من البطاقة مفيش لها مسلم ومسيحي ويهودي وكده لا ما مالي مسلم ومسيحي خليك زي ما تكون دي قمة العلمانية شوف بتسلسل كده فخلي بالك وخليك واعي الشيخ الشعراني كان من أولياء الله الصالحين ولكن غلط كلام ده غلط لابد ان يرفض نقلوا عن ابن العرب غلط برضه لابد ان يرفض طيب الولد موجود غير موجود ازاي؟ الواد موجود غير موجود الواد يوم 25/11 سنة 98 غير موجود في العراق وهو موجود في العراق غير موجود لأن الراجل لما طلع كان لسه جوزوه في اليوم ده والست حملت فيه 9 شهور ولما خلفته لا طيب يبقى كان يطلع هنا سنة 7 لكن هو طلع النهارده غطس النهارده وطلع النهارده. ما هي اللي احنا بنقوله كده انه غطس يوم 25/11 حيث لا ولد في العراق
وراح العراق وكلف وقعد 9 سنين في العراق وطلع عندنا هنا يوم 25/11 برضه 98. والولد عنده 9 سنين هناك والولد مش موجود هناك والولد موجود هناك. مش موجود لان النهارده 25/11 وموجود لان هو اتجوز وقعد هناك 9 سنين. والولد لما هيجي الولد الحمار اللي جه ده هيسالوه هيقولوا انت في سنه كام؟ انت عندك كام سنه؟ هيقول ايه؟ لا يعني هو في 25/11 عنده كام سنه؟ عنده 9 سنين وما عندوش حاجه. بس فقط. وبعدين يرجع ثاني يشتغل. فقط 20 او 800 سنه لكن ما فيهاش الحاله دي. يعني ازاي الوضع هيبقى ايه بقى؟ لما يجي المشكله هو ادخال الموسع في المضيق دون ان يتسع المضيق او يضيق الموسع فيها على طول محال. نعم. جدع. في حد عايز يسأل حاجة؟ نعم. يفعل ما يشاء. يا ولد انت مش ايه ده اللي انت ما سمعتش؟ يعني قاعد سرحان يا ولد مش بيسال اخوك وبيتكلم ولسه بكلمه وانت هتقول لي على حاجه ايه؟ خش اشكر وتعيد الكلمه تعيد الكلمه حرك نفسك قول المشبه به ليس بالضرورة أن يكون كالمشبه من كل وجه إنما هو من وجه دون وجه. فالمشبه به ده هو ده مستحيل عقلي لكن المشبه مش مستحيل عقلي إنما اشترك في صعوبة هذا واستحالته لكن مش ضروري أن تكون الاستحالة من كل وجه. فلما تاخد في البلاغة هناك هتاخد إن المشبه به لا يكون مماثلا تماما من كل وجه المشبه لا بل من بعض الوجوه ولا بد. ولذلك لا يجوز تشبيه الشيء بنفسه ابدا. ليه لا يجوز تشبيه الشيء بنفسه؟ من اجل هذا لانه يلزم العكس. ولان المشبه به لا يمكن ان يطابق المشبه من كل وجه والا لكان هو ممنوع. نعم استنى يا ولد مين؟ يعني مش فاهم بعد الدرس بقى اديني علشان افهمك لان يوم اليوم مش 40 سنة. نعم بعد كلام. نعم بس يا ولد نعم وجود الشخص في اماكن مختلفه بذاته لا يمكن لكن بمثاله يمكن لان الجسم يخرج منه ما يسمى بالجسم الاثيري او بالمثال وهذا يتعدد فيوجد واحد هنا واحد هنا واحد هنا وهذا ممكن عقلا لكن الذي هنا او الذي هنا انما هو صورته وليست هو ذاته فذاته في مكان واحد وصورته تتعدد يمكن هذا من الممكن العقل هذا من الممكن العقل ولكن هذا التعدد والتكثر لا يكون ابدا بالذات لان الشخصي لا يتعدد الجزئي لا يتعدد عقله لكن صوره تتعدد زي لما تصور نفسي فوتوغرافي كده ووزع الصور 100 صوره ما فيش مانع وهذه يسمونها قضية قضيب الباب
لأن خطيب البان كان يكتب نفسه ست صور قدام الناس. ماشي بس يعملها بقى. يعني لو أنه القاضي لو عرضت عليه مثل هذه القضية يبقى يطلب منه أن يتعدد أمامه وإلا قصه. ما هو يروح يقتل ويفسد في الأرض وما يصليش ويعمل وبعدين يقوم يشال يصوت. لكن لها قدرة على الوجود والكلام والشركة وكذا إلى آخره. لها قدرة على هذا. إذا كان في قدرة بالخط للأمة يبقى ما لهاش قدرة إزاي؟ نعم. إزاي دي حاجة بحاجة؟ أنا هنا عامل زي مركز كده ووديت في الميديا الصورة دي إنها تقتل من غير حتى الصورة، إذا كان الميديا تقتله. يعني الصورة مش بعينها بغير حياة. زهين من صاحبي. طبعًا. ولذلك الشيخ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج قال أن القتل بالهمة وبالحال لا يستوجب القصاص. حال الذي يعني صدني حال كده دلوقتي عايز اقتلك. تجي الطاقة اللي في قلبي دي اوجهها ليك اقتلك. وخلصنا. وكذلك بالحسد بالعين لان العين تقتل. فالعين القاتلة دي والحال القاتل لا قصاص فيها لانها غير منضبطة ولانها امور وجدانية لا يقوم عليها دليل ظاهر. وهكذا. إنما القتل بالسحر يقوم عليه دليل ظاهر. ولذلك أوجبوا على القضاء أن يتعلموا السحر من باب سد الأمر على الصحراء. وقال تعلم السحر ولا تعمل به فالعلم بالشيء ولا الجهل به. ولا الجهل به. نعم. القاضي الشيخ الخطيب في المغني قال يحبسه القاضي الى ان يتوب لانها حاله نفسيه هو بيعملها بيقصدها مش غصب عني. لا لاننا غير متيقنين ان هذا الذي مات بذلك لانه مات من غير اله ده مات بالحاله ممكن يكون قد وافق اجله وافق هذا الفعل اجله. بس احنا مش متأكدين اصلا من مباشر ولا مش مباشر ولا تسبب ولا غير مسبب. دي حاجة وهمية دي حاجة غير محسوسة غير منسوخة ما فيش أدلة ولا بد أن نضرب على الحدود بالشبهات. نعم. هذا باعتبار الشمس. الشمس ستتأخر فتجلس بين شروقها وغروبها 40 يوم سنة فتجلس سنة. ولذلك قالوا أيكفينا صلاة يوم يا رسول الله؟ قال لا احضروا لها. تأملها كده وتجدها أنها على عكسها تماما. ده احنا عايشين بالساعة 365 يوم عادي خالص. بس هي القضية كلها ان الارض بطأت في حركتها فالشمس بقت ثابتة هنا 20 يوم واتحركت كده وثبتت 20 يوم وعملت كده وثبتت 20 لغاية ما مضت سنة واحنا في نهار. ده وضع ثاني. ده الزمن ماشي وعادي ومحسوب ولكن الشمس طالعة عاملة زي القطب الشمالي. القطب الشمالي الشمس لا تغيب 6 أشهر وتغيب 6 أشهر تاني في الليل والليل لا يغيب 6 أشهر مع بعض متصل. ولذلك ماذا نفعل حينئذ؟ فأخذوا من حديث الدجال حكم وهو أنه لا تسقط الصلوات ولا نصلي في ال6 أشهر صلاة يوم واحدة وإنما نصلي كل يوم 5 صلوات. إيه اليوم؟ ما اليوم ما بقى خلاص ما فيش يوم. لا يوم يقدروا لا يعني بالساعة. ده فرق كبير ضخم بين الأمرين. الأمرين ده يترتب في غايته المحال وهذا لا يترتب في غايته المحال. نعم. نعم.
صور يعني اشغال المشغول شيء، واجتماع المؤثرين على اثر واحد، وتحصيل الحاصل، وادخال الموسع في المضيق، الى في صور كلها، لكنها كلها ستؤول الى اجتماع النقيضين. ثم الجواز ثالث الاقسام الممكن، والممكن اما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما ولكن متهيئ للوجود. فالممكن الجائز هو الذي يقبل الثبوت والعدم، هو الذي يقبل الوجود والايجاد والعدم. فالثلاث اقسام دول لما نعرفهم هم هنعرف في علم التوحيد ما هو الواجب وما هو المستحيل وما هو الممكن في حقه تعالى، ما هو الواجب ما هو المستحيل ما هو الممكن في حق الرسل الكرام. ثم بعد ذلك في الثالثة أو في القسم الثالث نتعلم السمعيات، الجنة والنار والميزان والحشر وكذا إلى آخره، مما ورد به السمع ولا يمكن أن يتوصل إليه العقل بنفسه، إنما صدقناه لأنه قد ورد به السمع بعدما صدقنا السمع بالعقل. وواجب شرعا على المكلف التكليف إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. إذا قلنا إلزام ما فيه مشقة يبقى مختص بالواجب وبالحرام فقط. إذا قلنا طلب ما فيه مشقة يبقى يدخل المندوب والمكروه أيضا. وعلى كل من التعريفين فالمباح ليس من التكليف. أما العدد ما في ليه في أحكام التكليفية أطلقنا ليه عليه حكم تكليفي؟ قالوا إما لأنه متعلق بالمكلف وإما لأنه على سبيل التغليل، إنه يعني أربعة من خمسة يبعد عن خمسة معانا، لكن التخيير في حقيقته لا تكليف فيه، حيث أنه لا طلب فيه ولا إلزام فيه طبعا من باب أول. فالمكلف هو العاقل البالغ، سواء أكان من الإنس أو من الجن، وسواء أكان ذكرا أو أنثى، لابد يشترط العقل والبلوغ وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة، أربع شروط حتى يصير الإنسان مكلفا. فإن لم يكن واحدا من هذه فهو ليس بمكلف. لو كان مجنونا أو صبيا أو كان أصم أبكم أخرس لا يستطيع أن أوصل له المعاني فإنه ليس بمكلف. حتى لو آمن، حتى لو كانت عنده كفاءات أخرى، لكنه غير مكلف رحمة من الله سبحانه وتعالى الذي وصلته الدعوة. فمن لم تصله الدعوة ليس بمكلف، كمن نشأ في شائق جبل أو نشأ في بادية أو في غابة أو كذا إلى آخره ولم تصله الدعوة. وهناك كثير من هذا النوع الآن لم تصله الدعوة ولم يعرف حتى بها، وما زالوا على الوثنية الأولى في ماليزيا وفي إندونيسيا وفي الفلبين وكذا إلى آخره، قبائل بحالها في الغابات إلى الآن لم تصلها الدعوة. والمسلمين بيختلفوا مع بعض، والموسيقى حلال ولا حرام؟ يد حلو. طب روح، طب اعمل حاجه، طب اتعلم لغه واعمل زي وتصير في الارض وحرم الموسيقى، حرمت عليك ايش؟ لا، كل الدنيا وقفت على هي المزيكا حلال ولا حرام، وسايبين خلق الله دول ما بلغتهمش الدعوه. نعم نعم استنى شوي. نعم هذا يختلف باختلاف الناس. لابد أن تصل الدعوة بصورة لافتة للنظر، ولافتة للنظر وصحيح، لكن من وصله أن الإسلام دين وثنية وحطه في مخه كده ده لم تصله الدعوة، لأنه لما تبرع من هذا الصورة الذهنية تبرع من شيء صحيح، تبرع من الوثنية. طب ما احنا متبرئين من الوثنيه الذين يقولون له ان المسلمين لا يعبدون الله بل الاسلام ان تعبد الكعبه
وتسجد لها، وانهم يتصورون ان هناك صنما في الداخل يسجد اليه المسلمون. لان وصلت دعوه ايه؟ الدعوه هو انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكذا وكذا، مش اسم بس، يصل على كثير من الماك هناك في حوض الامازون لا يعرفون شيئا لا عن الاسلام ولا عن غيره. ما زال هناك في الارض كثير والى الان، نعم، وقد يعنون بالعقل هذه الشروط الاربعه مجتمعه، اللي هو سلامه الدماغ وسلامه الحواس والبلوغ، لان البلوغ يكون قد ادرك كل المعلومات، فاذا كلف بها كلف بما يدرك. قبل البلوغ تنحجب عنه بعض المعلومات، وواجب شرعا على المكلف معرفه الله العلي فاعرفي، والمعرفه كالعلم على الصحيح فلا فرق بينهما، وبعضهم اوجد فرقا، ان يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله، والله تعالى أعلى وأعلم.